خلاص ما بياكل وتشوف الناس كلها ياكلون تشم ريحه الاكل وتتقطع يعني ودك تاكل جسمك يحتاج اكل واللي يلعن انه صار الاكل جاي من برا لا لا صح شغله جيده طيب نرجع الموضوع نعم تمام والله انها بمزح مع عبود عبود افتح ايدك افتح ايدك الله يخليك بعد ذاك افتح ايدك عشان اذن عشان ما يجوز ما يجوز ما يجوز على الوجه ما يجوز ترى ما ضربت ما ضربت ترى العنك ملائكه ما ضربت طيب اسال حسن صح حسن هذاك الحديد ها الحديد ما يجوز الضرب على الوجه بس ما تلعن في الملائكة ترى عنك الملائكه يا انت بالفكه منه بس انا بالعكس والله العظيم يا اخي بدك من طلب خوي انت ليش احس اللذه اللي طلب غيري احسن من اللذه اللي انا طالب لذه الحرام سبحان الله زيش صدق يقول في مثل يقول تمر قصرعنا احلى من تمرنا وشي تمر قصرعنا جيران يعني ايه احلى من تمرنا انا اذا جيت اكل والله قصرعنا اليوم تأبط شرا والله أيوة اليوم 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 يذكر بالتاريخ يذكر بالتاريخ ما حننسى طول حياتنا والله صراحه ابو سالم يفيني طاقه زاد زاد الحاله هكا قسم بالله فهد ضحكني قسم بالله لينجل بس نص عميت 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 لا لا هذا هذا تخيل عنك هذا فهد وش سوى فهد زاير مع زاير مع زاير هذا هذا شيله عني جالس تخيل كذا على الاشياء دا مثل بس اللي عرفت يتقي ينتظر متى يجي شيء يرمى شيء ينخش كل ما جاء شيء ضط نسل بطلع بس الحرب هذه حلوه اقسم بالله ايش؟ الحرب ذي حلوه بس اهم شيء انها ما تكبر بس ولا بالعكس والله حلوه بس احلى مضاربه اكشن صد انا احمد سالم وانا زاير احمد سالم ذي تحفه هذه ذا لا ورايد يستفزع برايد يستفزع برايد ورايد يدفع احمد على كبر جسمه ما عندها ما نجدد ايه خواه لا بس حبيبي حبيبي وعندك فهد مالك فهد المالك طلع كأنه مصري معقب معقب لا زين ذيب خلاص يا شباب ولا حد يسمع هو مايك ما ينسمع بعد الحين بدون الله يعين الاعداد الحين تحسهم يطلعون صوته بالغصب يرفعون صوته لحاله يرفعون صوته على اخر شيء ان شاء الله صدق بالله صدق الله يشافيك ان شاء الله يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو اكره شيء عندي في حياتي فزع اسم الوالد فزع فزع قول له فزع وخلاص ها تدري ماجد ها ما هذا الربع ما عندي مشكله سخن راسي يوجعني بطني يوجعني يجيني اصابه ولا صوتي ينبح اكره شيء في حياتي واو يا ولد اساسا 40 ساعه لا 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 سوالف يا ولد انت كنت معنا امس ما فيك شيء والله العظيم كان معنا المغرب ما في شيء دخل شيء في حلقك وشو انت شفت شيء بارد كل ما له يزود ها كل ما يزود سبحان الله يا ولد ما غير ثلاث ساعات اخت ما شفنا فيها رجع ما عاد بولدنا بعد التصوير قبله تصويت تصوير انت ملك دخول مفاجئ ادورك من ساعة وين محمد حسن دخول مفاجئ انت ملك الله منظم الفلس محمد الحادي لو سمحت مو بنت انا مو تنت لو سمحت يا اخي مو بنت الحين من اللي عطاك الضوء الاخضر عشان تقعد انت تعال صدق من عطاك الضوء الاخضر شغل مايك شغل مايك عشان بعدين نقول كلمه حقتك ومنظم وخصم منظم وغير هذا ما نظمت زين وجوله تفتيشيه وجوله تفتيشيه وغير هذا قدرت النظام يا عيال لا ايش اقول يا عيال المكان اضرب يا ستارة المكان بيعزل ابشم يا كبيرة المكان بيعزل اقطع الراس بس لا حيالي من تنادي المكان بيعزل يا عيال فالاشارات الذبذبه ايش يسمونها هي اشارات او ذبذبه يا رب اشارات لا يطول عمرك ماذا ما تروح لهم اي 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 ما تروح لهم بسرعه المكان بيعزل لا ليش كل باب انت
الله يهديك يا ذي غداره غداره بلا فك الباب تكفى عشان يروح الذبذبه ولا هذا انت رئيس مجموعه يا اخي ذبذبه وش يسوي لهم؟ علي بالي 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 باقو قول هذا قول ذاك يا ربي لك الحمد والشكر ذاك شو اسمه نعمه الله يديمها ذاك اللي النمر هبا هبا ايه مرسب الامي طلع فاتكم غدا اليوم غدا اليوم بطل حراق سبايسي 84 لا لا والله ما يعطي اتحدى 54 والله ان 84 ناقص 30 بس اعطاكم والله العظيم كم 84 اقسم بالله ناقص 30 وش طبختوا هي طبخنا والله استيعاب عند العيال محمد اهنيك على الذكاء الخارق ما شاء الله تبارك خل عنك الذكاء انت خل شوف الغباء الخارق انت اي والله بالله وش طبختكم كابتن مسقعه مسقعه صقع بك الشيطان اقسم بالله صقع لا 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 مو مصقع تسقع منك انت يا الحل المحروق بسبوسه ماتت داخل الفرن الثانيه يلا بعد الصلاه يلا كلمه صحيحه حسن حسن دقيقه دقيقه بالله بالله ست اتصالات على ياخذ طريقه البسبوسه شو اسمه خلص الاتصالات على البسبوسه يا ولد صح يا ولد والله العظيم انهم يقولون بيض بودر ما ادري شيء وحاجات تجي اتصال بعدها وضاع يعني اللي اتصلوا ما يعرفون يوصلون يا اخ مو كذا بس ضاعت معي بعضهم يدق عليك ايش هالاخ وبعضهم يدق يعني بس سؤال والله سؤال ببالي الحين كيف مثلا فلان ما يحب البسبوسه فلان ما يحب المسقعه كيف ما يحبها ليش ما يحبها طيب وثاني يحبها ايش اللي خلاه يحبها والله اني صدق اسال سؤال رغبه شخصيه رغبه نفسيا ولا في البطن هي انا احس انها نفسيا انت انت ايش ما تحب من الاكل اكثر الاكل محبه اكثر ما تحبه انت نباتي ولا حيواني اي نباتي ولا نباتي ولا خلاص 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 نباتي ولا اسمها عادي عادي انا تاكل لحوم يعني عادي تبي اوريك الغرابه على اصولها عشان تقول الامر نفسي ولا لا انا اكل البيت كله ما اكل ايش رايك اكل البيت اكل البيت ما اكل جدك انت والله لا غريب اكل البيت ما اكل انا ذيب انت ما تحب فرضا فرضا انا ما احب البسبوسه شو اللي خلاني ما احب البسبوسه الا الا فرضا فلا ما يحب ورق العنب شو اللي خلاه واحد عيا اللي انا صديقي ما كنت احب ورق العنب ها نهاية ما احب كل شيء الا بس الحمد لله بعدها طيب سؤال شو اللي خلاك ما تحب الطحينيه واحد يبغى يحشر حسن حسن حتى من اكل امك حيت تبي تقبلها يتكلم ذيب حلوه تصرف مره مسكتها في المطبخ والله اني لحالي قلت انا باكل بخلي غصب اما والله اقبلها ولا واقوم اكل 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 الحلال الطحينيه ولا الطحينيه نفسها؟ الطحينيه اخو عيت تشدي تقبل انا هي زي ما قالوا طيب يا شباب 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 الحين حسن يقول ما ياكل اكل البيت طيب حتى من اكل والده اكل البيت يعني ايش يعني اكل والده وخواته يعني صايد في زاويه يعني مسوي مسوي ايوه حشرت يقول ما ياكل اكل البيت واذا ما اكل البيت طيب اكل والده ما تاكله يعني اللي مسوي يعني شغال الرجال مشغول يا اخي لا هو يقول الحين ما في طيب مشغول ما تاكل اكل البيت طيب بس اللي يروح ينام في البيت انت عادي حتى احترمك فاضي انا احيانا مسلم على نفسي اكل اكل البيت اقوم اطلع صح هو يقول ما يحبه بالمره لا يقول ما اكل ما قال ما احبه ركز على اللفظ كيف عاد يا ابوي تقدر تاخذ اكلك وتاكله برا ولا تشوف لك ايسر سبات كله زي وجهك حسبي الله عليكم عديت علي ايه خليك مع خليك مع الجماعه شوف وين ساكن انا جوعان انت غريب يا جماعة ها في وجهه تشوفها تسد نفسك اهم شيء وجهه تشوفها تفتح نفسك اه يسعدك ان شاء الله مساع سكتت اقول لكم الحين قال وجهه ابد حقه حقه من حقه وجهه نظره صح حتى انا من اللي الشخص اللي يحترم الراي وراي الاخر وعارف انه يسد النفس ايوه مقتنع بالشيء ذا الحمد لله انا قابل بوجهي انت قلت الله يطعم عند الوجه والله اني عبد ما قلنا ناصر ما قلنا لا بس وجه كلام لي قلت انا الحمد لله قابل بوجهي والله والله اني امزح عليك هذه نعمه ما كل يفخر بما هو فيه وهو عليه ماجد ماجد كابتن حر عربي قد اصبح رابح رابح رمز ما ادري ايش انا بلاش حق شارة ماجد صوتك حلو حسن رابح ماجد رابح يا كابتن هداف في المرمى سجل اهداف الله يزين صوته خلنا نسال الله طرب الله الله امان 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 محمد ايه
خليك على الموجه بغير. ها اعطني الاسباني اعطني لا لا نبي على الموجه. رابح يا كابتن هداف في المرمى سجل اداء مثل الشغال. رابح محمد ايوه ما اسمع جري على التلفزيون. يلا كمل عشان بغير. يلا دقيقه دقيقه عطوا عطوا حلو 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 اهل الهلا عشان بصير بغير عشان عطوا جاهز انت عطوا. يلا ودنا بالطيب ما انت ملك من قبل ما تصبح ملك وانت الذي تامر وشعبت قدها. انا الصاحب في وقت الهم فضفض لي بشيل عنك وشيل عني من غير تحكيم. اسباني الحين لا 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 خليني اشوفك بالنهار عند الشروق. لا 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار التاسعة مساء نرحب بكم. العناوين عناوين فاضيين حنا غير بس غير شوف الإذاعة الثانية. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحرم خليه عنده مثل البقرة ما أوقف إلا بكرة. يا كمل كمل. حذيفي الله يذكره بالخير تخيل أيام كان في المدينة صليبة التراويح كان يخطي يرجع يبدأ من أول حزب. واه لا لا تخيل يعني يخطي خلاص باقي الحزب نص صفحة يرجع من أول. يا ساتر ما شاء الله تبارك الله عليه. أذكر كان عيال أختي عندنا في الحارة يا أخي سبحان الله تحبهم غصب لدرجة أن شو اسمه علي عذيفي خاله. عيال من؟ عيال أخته. أنا قلت عيال أختك أنت قلت اشتخلص. أي أنا أقول لا 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 في الحارة أنتم في الرياض والله. أيوه أنت مقرك كل حياتكم في الرياض؟ انا طال عمرك مواليد الرياض. ما شاء الله. وافتخر اني من الرياض طال عمرك. ونعم مريو. لا بس يعني واتمنى صعود نادي الرياض. وشو؟ نادي الرياض. نادي الرياض ما تعرفها لبسه محمر. اوه ايام قدم قدم. شو اسمه اللي كان مع الاهلي؟ حاج الحاج ما ادري اسمه ذاك. لا اللي كان مع الاهلي كان اثنين عمانيين. عماد الدوسري. احمد كانو. لا لا. لا. عماد الحوسني. عماد الحوسني واحد ثاني معه مش اخي بدر ميموني. لا يا اخي في لاعب معهم احمد حديد. لا احمد حديد مع الاتحاد. لا 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 يا اخي العمانيين شعب طيب والله. وجه تحيه لهم هذا الشعب الاصيل. اي والله اخلاقهم عالية جداً, جدا جدا جدا. انا اصحابي اثنين عمانيين امس عليهم بالخير محمد الذهلي ومحمد الوهيبي وناس كثير اعرفهم. محمد الوهيبي قبلته عسل جدا جدا. كلهم كلهم مخلوقين والله ونعم فيهم. فشعب شعب اصيل شعب اخلاقهم عاليه جدا جدا الى بعد ما تخيل. دول خليل اقول لك اذكر ايام نادي الرياض اقسم بالله يعني تحس بانتماء عني انا هلالي لكن اقسم بالله احس بانتماء نادي الرياض واتمنى اتمنى ان يصعد للدرجه الممتازه. بيض الله وجهك. الله مامي الله مامي دعيت له بالزواج. شو اسمه ذاك على طاري بيض الوجه يمكن تعرفها يا محمد اللي يتكلم اللي قابل الحجاج بن يوسف قال لها ها ما ادري يعني منها يعني ما في رد مثل رد من يعرف القصه حقتها. اعرابي جاء وقال معلمه قصه معلمه قصه رفعك ايش؟ لا في قصه عن قصه مشهوره من يعرفها انا نسيتها اللي قبل احد الخلفاء يعني احد الحكام زمان امير المؤمنين كان قبل طفل يعني فتى في غلام يعني في طريق في رحله بحريه او ما ادري رحله بريه وقعد يتكلم معاه اندهش منه واصلا راح يعني راح يستانس الامير المؤمنين يتمشى كذا فقابل وقعد طول الرحله مع الغلام ذا يسولف معه
من اعجب فيه من شده بلاغته وفصاحته. يسأل ويجاوب، تعرف القصه ذي؟ لا اللي فهمتها سمعت السالفه، كنت حتى في مدرسه ابتدائي اذكر المدرس قال انه اتوقع انه كان صغير كان الخليفه يستقبل، كان يستقبل وفود اللي كان. ليش ليش يا تركي؟ بنروح خليني اكمل لك. اذكر كان يستقبل وفود انت الخليفه هذا، فهمت؟ فكل قوم يجي منهم شخص، فارسلوا غلام يدخل على الخليفه. فالغلام قال يعني يعني القوم ذول يعني انهم يعني ما يقدروني او انهم جايبين صغير ومقدمينهم عليه، يمكن الموضوع اللي تكلم عنه. فاعجب ببلاغته غير لا صدق والله هذا عمره 16 17 سنه، ما هو صغير، ما هو كبير ولا صغير. انا اذكر سالفه يا رجال لا اله الا الله، مره من المرات اذكر ان كنا نمشي وسبحان الله يوم كنا نمشي في الطريق فجاه كذا لو يطلع في الطريق خط. خط ايش؟ خط في الطريق خط. والله العظيم ارسل لك من المساء اقول اسمع البيع والحين بينقص عليه المقطع وبيصير ان انا احش وما احش. اسمع ترى اللي يقعد مع هذا ترى يحتاج له كفاره مجلس وكفاره لا لا تظلمني يا حسن لا تظلمني. خروج من لا خلني اكمل سالفتي بعدها. الله عليك كمل قول اسمع. الموجيك يا ابو معيض وماشيين في الطريق طبعا سامع فجاه كذا طلع لنا خط لا اله الا الله واثار فيه زفلت مع طريق لفه ثانيه بدا الكلك يشتغل. ايوه انا جالس اتخيل زي جالس على ذا الوضع على ذا الوضعيه بيده امس انقضت قص المقطع حق عليه عرفت السالفه. ايوه المهم قبل ما قابلك ذيك الايام عرفت ايش عنده بيروح بيجي بيروح بيجي يلحق المسجد اروح اجي وانا مشكله جالس كذا انتظر المصحف يا ولد ابغى اشله يمين يسار منو صب الله صبروها وقطعوها احلى ما يجيبونها وين؟ ناس فاضيين اللي وين؟ ناس اللي يصطادون في مال العكر دائما هم يبحثون في مال العكر ومستنقعات هذا اكبر مستنقع على خشمك على قلبك على قلبك دولاب على قلبك لحقني الحين اوريك عند الدولاب لا والله والله العظيم يا ناصر جد جد يعلم الله يعلم الله انا بقول لك من الاخير اقسم بالله انك طيب قلب يا طيب القلب وشلونك الله صراحة أنا طقت أنا عيب لا 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 شيلها شيلها أوه تكفى تذكرت حاجة شيلها بالله أي والله صدق ترى ما له داعي تطلع أعتذر لازم الاعتذار يكون ناصر حبيب قلبي حبيبي أنت أنا أعتذر وآسف وكل ندم أنا ما أقبل أعتذر بشرط واحد بس علشان شرط واحد